مدة شهرين وقام تصوير هذيك اللي قتلتني أنا. ست سنين دخلت على المدرسة، مشيت طلب من المدير، طلب من الأساتذة، قلت لهم راه البنية ديالها كيفاش الحالة ديالها وكيفاش الحالة ديالها، يمكن تقرا، قالوا لي يمكن. ديتها قيدتها صراحة، ديتها مدة شهرين وقام تصوير هذيك اللي قتلتني انا، حطمتني من ديك الساعة، حطمتني مدة سنين. راه البنية ست سنين ويقضيو لك عليها. لا لا اله الا الله محمد رسول الله. كيفاش عرفتي بانها اختي؟ انا كنخاف، انا دائما عندي ديك الخوف في البال ديالي، لان ما كتعرفش، فهمتي علاش دا الواحد يقدر. المهم يدير لها داك الشيء اللي دار لها، ما انا تعرفش، وانا كنخاف دائما كنخاف. مشيت قلت لها ماما، قالت لي حامي انا كتحرقني، مشيت جبرت مرتها. لا اله الا الله محمد رسول الله. من ديك اللحظه وانا فهمتي راه بعد ما طري كنعس، كنبقى واحد الشهر مده شهر ما كنعش، غير كنبقى كنفكر. تخافي مثلا كنبقى في الكنيسة اليماني. تنسي اليماني في المدرسه. وهي عاودت لك شي حاجه، كتعقل على شي حاجه؟ هي اصلا هي ما تعقلش، هي شتي ولو يدير لها شي واحد اي حاجه ما تعقلش، ما تعقلش. كتهضر هي كتهضر، ولكن باش تعقل، باش تعقل لك على شي حاجه ما تعقلكش. وبين عرفتي بنتك اغتصبوها وداكشي، شنو عملتي؟ ما مورهاش حاجه. ما كنكذبش عليك، بقيت كنديتها لطبسي، تما مرات صافي تما حبستها، ما درت شي حاجه، ما عنديش شي حاجه، ما عنديش شي قدرات ديالي، ما عنديش شي واحد يوقف معاها مثلا، ما عنديش. مشيت للمدرسه غوت، قال لك لان الساحه كانت مع الاعدادي، مع بعضهم مع الاعدادي. واش غندير ديك السادات؟ ما عندي ما ندير ديك السادات، ما بقيتش كنقدر نخدم، ما بقيتش كنعس، كنت نعس حدايا، ما بقيتش كنقدر نفرق حتى من الرخينه، كنخاف من اي واحد. لا هي ما كتعرفش، هي اصلا ما كتعرفش، هي القدر يقول لها واحد يلاه معايا تمشي، ماشي مشكل عاد. انا ما كنخرجش، انا شتي الا بغيت غير نعس مثلا، ولا ما نعستش هي ما نعسش انا، ما نقدرش نخليها تنعس، ما نقدرش نخليها تخرج برا. دابا انا مشكل كتوقع لي دابا حاليا مع البنيه هذه، ملي كنديها للطبيب، كنديها للرباط، راني كنديها حتى عند الوالده ديالي في طنجه، الوالده ديالي الكبيره، كنخليها معاها باش كنمشي، راه ما عنديش اللي قابلها لي. تصوري الا بقيت هيك كنخرج من الرفين، ما كنقدرش، وهي كتبكي عليا. كنخليها كنمشي مع هذه، كنمشي نديها، انت عارفه المصاريف ديال الطبيب ديال هذه، شيخ زين هادي بهادي معاها بزاف، وراني كنخاف عليها. توسوستي ملي وقع على هذاك؟ جا فيك الوسواس بعض الخطرات، والله العظيم ما كنحس، قسما بالله العظيم ما كنحس. وعلاش ما كتنعسيش؟ عرفتي راه تعطلت لها الرجله، كنبقى التخيل ديالي، وانا ما كنقدرش نخليها تفل التمني ديتها من الرافينتي، كنخاف. لا اصلا هي راه ما كتعرفش، هي راه ما عارفاش كيف فيها ولا ما فيهاش، ولا جاتها ولا ما جاتهاش. هي اصلا ملي كتحرق شي حاجه كتبقى تبكي، كتقول لي ماما شدين صافي هادشي. هادي 20 سنه وبغات تبقى على يعني هادي 14 عام اللي وقع حديثه. وانا ما كنقدرش نفلتها من الرافينات، ما كنقدرش نمشي عند اي واحد، ما كنقدرش نمشي. كتفكر في المستقبل ديالها؟ كنبقى نفكر وداك الشيء اللي كيزيد ياثر عليا، كنقول لك ربما انا يوقع لي شي حاجه، انا نقدر مثلا المرض، شكون يهز علي؟ راه ما كاينش شي اللي يهز علي، حتى شي واحد، حتى مخلوق في الدنيا وما يهز عليك الا انا. كنطلب من الله عز وجل هذاك الشيء بامر الله سبحانه وتعالى، ولكن يديها قدامي، ما نخليهاش من ورايا تعدى لها شي واحد ولا تكرسها الدنيا. هذه الامنيه ديالي مع الله سبحانه وتعالى. كنت كتجيب نفسي كتفكري داك الهدف، كنبقى نتفكر، كنبقى نخاف عليها. مع مثلا اي حاجه هي كتبغيها مثلا، ما كنكرهش انا، كنديها لها، ولكن ما كنقدرش الصراحه. شنو كتحلم تعمليها؟ انا كنت كنحلم مثلا تقرا،
نديها مثلا اي بلاصه بغات تمشي ليها كنديها لها. الحلم ديالي الوحيد كنت بغيها تقرا صراحه سيدي ربي، بغيها تعلم شي حاجه. واحد الدري بغى مثلا قال لي تبتي طوان، ولكن انا ما نقدرش، انا ملي وقع لي المشكل ما نقدرش، ما نقدرش نسمح ليها نديها لشي بلاصه، ما نقدرش نهائيا، ما نقدرش مع اي راجل، مع اي ولد، مع اي واحد، ما نقدرش نخلي الثقه في كلشي كلشي كلشي. وراه اصلا ما كاينش الثقه، وراها ما غشتي ولا ولدي دابا هو العائله ديالها، ما كنتيقش ما كنقدرش. عندك الزوجه؟ عندي الراجل باباها. اه عندي، ولكن ما كتشدش فيه. كتخاف من بابا؟ لا ما ماشي ما من بعد ملي كنخرج كتقدر تنسجم معاه، ولكن باش انا تشوفني ما تبقاش معاه، ما تبقاش فيه. دابا هي كل شيء هي ام. انا اصلا شتي نهار اللي كنصوم ما كتاكلش، ما تاكلش والله ما تاكل بالله. ودا ما كليتيش مثلا؟ لا ما كليتش ما ناكلش. ها هي فاطمه الزهراء سوليها شتي، كنقدر كنكون صايمه بحال مثلا كنخشي شي حاجه تضر فمي باش كتاكل هي. راه هما هادو راه ابرياء، هادو راه ملائكه، هادو راه ملائكه الحمد لله يا ربي والشكر لله. دوي الاحتياجات انا خصني شي واحد يعاونني عليها، راه ما كاينش تصوري حتى شي واحد، ما عمر شي واحد شي انتفاته ونهائيا. حتى داك الشيء اللي كيديروا كيعطيو محمد ديال مؤسسه محمد السادس، مشيت انا طلبت، عييت كنطلب صراحه، قال لك هذه مقيده مده. مي مشيت واحد المسؤول تمايا قال لي شتي الاطفال بحال هادو، هادو دواء الاحتياجات الخاصه، هادو طلبوا عليهم الدوله هي اللي تعاونهم. اما هادشي اللي كيجي ماشي كنقول له، قلت له انا من هادشي اللي كيجي، انا من كيجي كيجي الناس اللي عنده. انا راه ما كرهتش نخدم، انا نخدم انا على ولادي شتي، انا والله تنعضهم فمي نشد بوكو فمي ونخدم، ولكن ما كنقدرش نسمح فيها صراحه ربي، ما كنقدرش نخرج، ما كنقدرش، اي كنقدرش شتي. اي حاجه بغات غير شي حاجه مثلا ما كنكرهش ناديها لها، غير شي حاجه هكا مثلا بسيطه ما كنكرهش والله العظيم. بعض المرات نسمح في راسي ما نقدر نجيب السوق منه اي شي حاجه ونشري لها ديك الشيء ديك الحاجه بسيطه مثلا باش تفرح، لان قصر كل شيء، كل شيء مثلا كل شيء من اي حاجه، من اي حاجه الا خواتاتي، خواتاتي زعما ما كيخليوهاش يكسوا في العيد، كيكسيوها لي صراحه سي ربي خواتاتي ما كيخليوهاش. شتك هضرتي بزاف على هادي وفاطمه الزهراء، وفاطمه الزهراء، فاطمه الزهراء، فاطمه الزهراء ملي بدات هذه مده 6 سنين باش 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 بقى على هذه الحادثه، باش بقى على الحادثه. فاطمه الزهراء بحال مطمئنه عليها، كتقول لها واخا وقع على شي حاجه شويش شويش ماشي بحال هذه. هذه انا شتي كنقول لها انا كندير معاك المستحيل باش تعالج، باش تعالجي، باش في المستقبل انت تقابلي لي هذه الا وقع لي انا شي حاجه ولا خرجت ولا شي حاجه. راه هادي راه ما كاينش اللي يقابلها لك نهائيا، تصوري نهائيا ما يقدرش اللي يقابلها لك. انا الام ديالي كتقول لي الله يحسن عاونك يا بنتي، بقات فيا بزاف. انا مشيت واحد عند العائله، مشيت واحد السابع مثلا عرضوني ومشيت، من مشات قالت لي ما تخليهاش تدخل مع الناس، ما نكذبش عليك، علاش ما نقدرش نخليها مع الناس؟ علاش شنو فيا؟ انا بنتي دائما منقيها الحمد لله والشكر لله، منقيها ما كنخليش منها شي حاجه، ما توسخش نهائيا. في الصباح كنمشي ندخل على الطواليت حاشاكم، كنغسل لها، كان المهم ما نخليش، ما نخليهاش شي حيوان شي حاجه. راه هما بعقلهم وراه ما عندهمش العقل، ماشي لا بنتي الحمد لله والشكر لله، هذا الشيء الله عطاها لي، كنحمد الله عز وجل والشكر، هذا الشيء اللي عطاها لي، كنحمد الله عز وجل الصباح وعشيه. جا من الترونسبور دفع لي واحد الكريسو ندفعهم لي بجوج بهم، ها هي تقول لها لك دفعهم بجوج بهم ودفع سيا بالصاك وسط الشانطي حدا مرجان، بلاصه حدا مرجان فين كتركب طرامبيه تما هي حدانا، حيت الوالده انا ساكنه مسنان. دفعهم اه دفعهم، تصوري بعض الخطرات اش كيزيد حداها حيت هي كيعجبها تهضر مثلا يقول لك مزيونه، المهم شي حاجه تاديك هكايه وتشوف فيك وتضحك معاك بحال شي ميكروب. شحال من واحد، شحال من واحد صراحه صدر بالله عمرها سلعه، وشحال من واحد كيجيبهم بحال شي ميكروب مثلا كيأذيهم، ولكن ما كنسمحش شي واحد يأذيها لي، ما كنسمحش شي واحد يقول فيها شي نظره خايبه، ما كنسمحش شي واحد يجعلني تعدى عليها، غير شي واحد من هنا يقول لها لهبيله ما كنتقبلهاش،
شدي بنتك راه هبيله ما كنتقبلهاش. اه والله العظيم الا كيقولوها قسما بالله كنقول لك راه هبيله. هي راه ما كديرلكش شي حاجه، ما غديرلكش شي حاجه مثلا انا تاديك نهائيا. وانا ولا عندي مشكل عاوتاني مع هادي مشكله اللي تقصف في المدرسه اول سنه لي السنه الاولى لي صافي بدات المرض ديالها هكايا شويه بقات العينين ديالها كتصغر لها وكتدمع لها. انا سحب لي صراحه وهاديك اللي تقالت لها سحب لي غير الرواح غير قاصتها بستيل العيلة قاصتها المره الاولى قاصتها بالظفر المره الاولى اول مره شويه قاصتها بستيل شويه قاصتها بستيل العينين كانوا هي كاينين في المدرسه مع الاستاذ حاضر وكل شيء. ملي ديتها للطبيب قال لي العين ديالها جرحت قال لي عندها ميكروب والعين ديالها جرحت. قلت له الله يخليك دكتور زعما شي طبيب ديال المخزن ديال الدوله ولا شي حاجه نمشي نتبع عليها انا بزاف عليا التكاليف وداك الشيء ونمشي ونجي والتكاليف ديال الطبيب. قال لي لا بغيتي هو هذاك ما بغيتيش نصيفطك الرباط شدي بيه الفراش. وانا الرباط كنت خايفه منه صراحه حيت ما عنديش شي واحد فيه ما بالنسبه عاوتاني لبنتي ما نقدرش نفرق. بقيت متبعه معاه مده 3 سنين مدة 3 سنين واحد النهار كنكتشف بلي عينها صافي مشات مر مبقتش كتشوف بها نهائيا. وليت عند الدكتور الدكتور الحليمي الدكتور الحليمي هو اللي قال لي راه ما عطانيش اصلا ما عطاني لا دواء لا والو الاخر كان كيعطيني 60000 فرنك ديال الدواء في السيمان قطره كدوز واحد 8 ايام صافي كدوز المده ديالها صافي كتوقف فيها واخا تبقى لك فيها صافي كتوقف فيها. ملي وليت عند الحليمي صافي قال لي راه ما عندها شي الحل الا القرنيه العين ديالها مشات مبقاتش كتعطي مره نهائيا. قلت له فين غندير انا هاد القرنيه ما عارفاش وشحال ديال التكاليف ديالها وشحال ديال هادي. صيفطني للسويسي صيفطني للسويسي بقيت متبعه معاها مده 4 شهور مشيت. المهم ما كنلقاش ديك الدكتوره اللي صيفطني عندها كنت باغي ندخل عند واحد الدكتور كتب لي واحد الدكتور يشي دواء. ملي كتب لي داك الدكتور الدواء جيت رجعته له قلت له راه عطاني هذا الدواء الدكتور قال لي هاد الدواء راه ما يصلحلهاش نهائيا يوقفي لها. ولا قال لي انا غنتبع لها الحاله ديالها من هنايا ونشوف. ولا هو كيتبع لي من تما يلعب في السويسي قال لي مره رجعي عندي. ملي رجعت عند واحد النهار قال لي راه السويسي وقفوا بيا القرنيه ما بقوش كيديروه. كسرت قلت له فين غنديرها وهي تقص لها العين الاخرى تعادت لها العين الاخرى. ملي تعادت لها العين الاخرى كسرت ما بقيتش كنشوف قدامي نهائيا مرضت لها العين الاخرى. واحد الحاله وكان كيحرق راسه من العينين كان كيحرق راسه. ديك الساعه باش مشيت قلت انا بنتي غتمشي بنتي ضاعت لي ضاعت لها العين الاولى وعطي لها العين الاخرى ما يمكنش. كنت كتقول عندي مريضه الاولى والثانيه المهم العين الاخرى عطي لها لا اله الا الله محمد رسول الله. هذيك الساعه هذيك الساعه صافي قلت له فين غنمشي قال لي الشيخ زيد قال لي هو الوحيده ولا كيخرجوا على برا كيديروا هذه القرنيه. المهم مشيت للشيخ زيد الشيخ زيد قالوا لي قلت له دخلت عند الدكتور الدكتور بروفيسور محمد بن المكي مشيت عنده قلت له زعما ما كاينش شي بوحديتي كانت ديالي كنخرج في الخمسه الله ربي في الكار اللي كيخرج من الخمسه الله ربي طنجه باش كيلحق لتما في 8 ونص كنهود مع الناس ديال مولاي عبد الله الطبيب اللي كيمشيو لمولاي عبد الله وكنمشي على رجلي باش كان شويه كان مصاريف ديال التاكسي 70 درهم كنا كنركبو 70 درهم ليا و 70 درهم ليا. راجلك شنو خدام؟ راجلي كيمشي للسوق عنده 2 ولا 4 كيخدم يومين في السيمان. هاديك الساعات بقيت كنشوف الأساتذة ديالها صافي مي شافو هاديك الحالة هكايا زعما صراحة وقفو معايا. مننساش الخير ديال دوك الأساتذة مننساش الخير ديالهم أستاذة حنان وأستاذ خالد الله يجازيهم بخير وقفو معايا. واحد الأخت ديالها في الرباط الأخت ديالها في الرباط هي اللي شافت لي واحد السيدة هي اللي تكلفت كلشي هي اللي دفعت لي الدوسي ديالها هي اللي كلشي في شيخ زين. من بعد هي اللي صراحة أنا ما قبل ما تخلص لي بقيت كنقلب اللي عين اللي خلص لي مثلا هي التكاليف ديال العملية ديالها وما نخليهاش بلا عملية. بقيت كنقلب ما نقلب في الاثنين ولكن ما كايناش كاين واحد كيقول لك الله يسهل. وانا اصلا ما عمري في حياتي بديت يدي لشي واحد سعيد حياتي
حياتي. على بنتي. تجي واحد يقول لك الله يسهل وانت راه ماشي حنا عايشين واكل الحمد لله وشكر لله اللي كلي تير اللهم لك الحمد ولكن كتشوفي فيا كتقولي باش مثلا باش دير العمليه جد المليون و 800 راه ما عنديش فين نجيني انا جد المليون و 800 اصلا انا يعني كنت بحالها اختصاصي لان ما دفعونيش الطبيب ديال الدوله هذيك السعادة الله يجازيهم بخير زعما انا قلت لك هاد الاساتذه اللي ما كننساش الخير ديالهم ما كننساش صافي ديك السعادة شدت لي واحد السيده تما الملف ديالها في الرباط هي اللي دفعت الدوسي اللي دفعت كلشي هما اللي قاموا زعما بخلاص ديالها تما درت لها العمليه تما بقيت نتبع لها كنمشيو نجي صافي دارت هذيك العمليه ديك السيده صافي تكلي ولا كله ظهري كنمشي كل شيء هنايا تخلصي 30 ألف دابا حاليا طلعت لها رجلها اللي خصها عملية أخرى دابا فهاد الشهر هذا شو واحد في جوج قال لي طلعت عليها الجلالة مرة مبقاتش كتشوفي نهائيا دابا قال لي خصها عملية أخرى بس دولها الجلالة وأنا الأمنية ديالي اللي ما تحققتش في هذه ما قراتش وما دارتش صراحة الحمد لله يا ربي الحمد لله والشكر لله الحمد لله ما مالو والو المهم عايش حياتي مزوج لا ما مزوجش مفطنش تمشي معايا يعني هادو هما حياتي شتي انا لجبرت نعطيهم اي حاجه عندي نعطيها لهم اي حاجه